فضيلة الشيخ عطية، شاب خطب ابنة عمه ثم حدث سوء تفاهم فطلب والده منه أن يتزوج غيرها فأبى، فقال والده قد بلغني أن ابنة عمك هذه قد رضعت معها من أمها، فلما سأل أمها حلفت بالله أنها لم ترضعه أصلا، ولما سأل أمه قالت له إنها لا تتذكر شيئا بخصوص هذا الرضاع، وأخيرا وافق أبوه على زواجه من بنت عمه إذا اطلع على فتوى أحد العلماء، فما قول فضيلتكم في هذا؟ ما دامت لا توجد بينة أي شهود حقيقيون على هذا الرضاع، والمرضعة حلفت أنها لم ترضعه، وأم الولد لا تتذكر شيئا، فالزواج صحيح لعدم التأكد من الرضاع. أما إذا لم يتم الزواج فالأفضل عدمه، لأن الحديث يقول كيف وقد قيل، والله أعلم.